صاحبي الخويني أصيل نيانو وقتاش بابا نسكن في نيانو ماضي ساعتين غير ربع فهمت ولدي ما هو مراسل التيانان فهمت كلموا أصحابه قالوا يا أحمد جيب الكاميرا ويجا تخلوا خلوه يدخل هنا شنو اللي شفت شنو الطيارة تشعل النار حتى حد ما يشوف حاجة نار نار كبيرة ياسر تشعل فهمت خلطت باش قرب النار هفت شوية قرب خذها صور فهمت الناس متفاهمين في وسطها وقتاش تم التدخل بضابط الحرس والحمية المدنية التدخل دخل بعد ما صارت معناها دقيقة كيف صارت دقيقة فما شكون شاف كلم الحماية المدنية قالوا له يا ولدي ثبت في روحك طبعا على حسب الحديث اللي تحدثوا مع ولدي قالوا ثبت الحكاية صحيحة ولا لا متيقنين من فوسكم قالوا شنو متيقنين هكاك فهمتوا تقريبا نفس ساعة قلت لي تحت الطائرة ثمش وقعش انفجار كبير هكا انفجار وقع سمعناه هنا في داري سمعتوا الانفجار فهمت وقعد يواكب فيها فهمت حتى الصباح ولا عدد العدد 11 في وسطها فما ثلاثة معنا طاقم الطائرة فهمت القائد متاع الطائرة حاول هو باش ما يتحاش ما بلغوكم 11 الليبيين معنا 11 الليبيين 11 الليبيين يقولوا انهم جايين يداويوا في تونس هذا هو معنا جاب ربي معنا جات بعيدة على البلدة على بلدة تنيانو معنا كيلومتر معنا جات في الحقول ممكن وكان زاد تقدمت شوية هاكا البني تخزروا له فهمت ممكن اتحال بني واتحال من ألطف الله من ألطف الله والحمد لله يا ربي وربي بقى علينا وعليكم السلام شكرا بابا